وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أستاذ كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف الأحزاب المصرية. أستاذ كمال، بعد التحية، تابعنا اليوم هذا المؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وطبعا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية. يعني لو تكلمنا عن أهم النقاط التي تكلم عنها سيادة المستشار محمود فوزي خلال هذا المؤتمر الصحفي. أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. الحملة الرسمية منذ أعلن تشكيلها برئاسة المستشار محمود فوزي يمكن في بداية الأحداث كان يوم 8، احنا كحزب من أحزاب المصرية وأنا كأمين تنظيم التحالف يمكن من أول التحالفات اللي استقبلتها الحملة الرسمية برئاسة المستشار محمود فوزي. ويمكن احنا شفنا منذ بداية الأحداث في غزة كان في دور ايجابي ودور وطني للحمله الرسميه برئاسه المستشار محمود فوزي لما عملت وقفه احتجاجيه امام مقر الحمله الرئيسي، ثم بعد كده كان لها دور اخر مادي ومعنوي لما عملت حمله تبرع بالدم لاعضاء الحمله الرسميه اللي موجودين للحمله الرئيسيه عشان لداعمي تقديم هذه الدماء اللي تم التبرع بها للمصابين في احداث غزه، فلها دور مجتمعي ودور اجتماعي جانب الحمله الرسميه. النهارده الحمله الرسميه بتركز مره ثانيه ان بتقول اذا كان في تبرعات للحمله او اذا كان في فعاليات غير المؤتمرات للحمله فاحنا بنوجهها لاخواننا اللي هم اهالينا في غزه اللي هم محتاجين كل قطره ماء، محتاجين علاج، محتاجين دواء، محتاجين مستلزمات غذائيه. فده بيؤكد ان الحمله الرسميه تعيش هموم المجتمع المصري، في نفس الوقت شايفه ان احنا جنبنا اخواننا اللي على حدودنا في غزه، واحنا عارفين الدور المصري منذ ان بدات الاحداث كان هو الدور الفاعل. كان شفنا لما ادعت اسرائيل غلق المعبر كان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا المعبر لما يفتح من الجانبين، مش يفتح عشان يستقبل خروج بس، لازم ندخل. وكان لهذا القرار التاثير الاكبر في بدايه دخول المساعدات الانسانيه. لو دورنا الدور المجتمعي سواء للحمله او سواء للدوله المصريه اجد احنا لغايه امبارح كان داخل اكثر حوالي 8000 طن منهم اكثر من 5000 طن من الدوله المصريه فقط. حتى النهارده وزير الخارجيه المصري في مؤتمر باريس بيعقب على ذلك، عايز يقول رساله للعالم اين انتم المساعدات الانسانيه؟ مصر لوحدها مقدمه 3 أضعاف اللي جبنا الخارج، فكان رساله النهارده وزير الخارجيه في المؤتمر اللي بيعقد في فرنسا بيقول لهم اين انتم المساعدات الانسانيه اللي كنا بنراها مع الدول اللي بتتعرض لازمات انسانيه. فالنهارده كانت رساله للمستشار محمود فوزي ان بعد بعض الفعاليات او بعض التبرعات اللي هيتم التبرع بها للحمله لا بنوجهها للمؤسسات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه زي التحالف الاهلي وزي ضحايا كريمه عشان تتحول الى مساعدات سواء دوائيه او سواء طبيه او سواء غذائيه او سواء ملابس او سواء خلاف عشان توصل لاهلينا في غزه. صحيح، اللي هم مع تاكيد يا فندم. صحيح لسياده المستشار محمود فوزي على عدم صحيح مع التأكيد من خلال سيادة المستشار محمود فوزي على عدم استخدام القضية الفلسطينية لأي دعاية انتخابية في نفس الوقت. ما هي أهم النقاط الأخرى كمان يا فندم ذكرت خلال هذا المؤتمر الصحفي وبالإشارة كمان إلى يمكن تصويت المصريين في الخارج؟ طبعا الحمله الرسميه برئاسه المستشار محمود فوزي كانت بتتواصل من فتره، يمكن احنا كحزب رياده كان عندنا يمكن الحمله استقبلت مسؤول اللي هو عندنا حزب رياده اللي هو العلاقات الخارجيه والمصريين في الخارج بالكويت، ويمكن سلم عدد ضخم في بدايه الحمله من توكيلات الجاليه المصريه العامله في الكويت. المصريين اللي هم في دول العالم المختلفه مرتبطين بالوطن، ومش اول مره احنا شفنا ان بالانتخابات الماضيه كان لهم دور كبير المصريين العاملين في الخارج. يمكن شفنا ان هو وفد استقبل، لان عندنا رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج النائب الشاب المحترم محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه. فالنهارده بشوف ان الحمله متواصله مع كل فئات المجتمع، وبتعتبر المصريين في الخارج قوه ناعمه زي ما احنا عندنا في الداخل الفن بكل مستوياته قوه ناعمه، عندنا في الخارج قوانا الناعمه هي المصريين في الخارج اللي بيعيشوا في دول العالم المختلفه. فعشان كده الحمله عمل كان في لقاء من خلال الفيديو كونفرنس مع مجموعه من المندوبين او من المسؤولين عن الجاليات المصريه في عدد كبير من الدول الخارجيه كان بالامس، فده يؤكد تواصل الحمله مع كل فئات المجتمع سواء في الداخل. الحمله التقت مع كل الفئات سواء احزاب سياسيه قوى مجتمع مدني قوى
نقابية قوة عمالية، ثم بيجي في الآخر إنها بيدي الحملة مفتوحة للجميع بما فيها القوة الناعمة في الخارج وهي المصريين في الخارج اللي هم ليهم دور النهاردة، دور داعم للدولة المصرية، سواء إن هم بينقلوا للعالم ما يدور على الأرض المصرية، سواء من إنجازات تحققت في عهد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلها دور قوي خلال الفترة القادمة اللي احنا بنسميها القوى الناعمة في الخارج كما يوجد قوى ناعمة في الداخل. فالحملة توافقت وعملت زيارات خارجية مع كل فئات المجتمع، وده يؤكد الدور الاجتماعي اللي هي بتؤديه الحملة الرئاسية برئاسة المستشار محمود فوزي. ويمكن أضيف على كلام سيادتك أستاذ كمال أنه أشار سيادة المستشار محمود فوزي أن التصويت في السفارات والقنصليات، ويمكن كمان للمصريين المقيمين بالخارج التصويت بالرقم القومي حتى لو كانت منتهي الصلاحية. جزيل الشكر طبعا للتيسير طبعا على على المصريين العاملين في الخارج، لان كان الاول لازم الانسان الاول يسجل اسمه، طب لو واحد ما كانش يسجل ما كانش يحق له. فالنهارده ان انا بعتبر مقرات الحملات بره هي السفارات المصريه من خلال متابعه دقيقه من الهيئه الوطنيه للانتخابات انها بتسمح ان بالبطاقه طالما هو مصري ومن ويحمل الجنسيه المصريه اذا له حق التصويت، فده بيعتبر نوع من انواع التسهيلات اللي هي اقرتها الهيئه الوطنيه للانتخابات على المصريين العاملين في الدول الخارج سواء دول عربيه او دول اجنبيه. جزيل الشكر لحضرتك استاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده وامين تنظيم تحالف الاحزاب المصريه، شكرا لك.